اوكي شباب، اليوم راح نستمر بموضوع المضخة او المضخات بصورة عامة، وايضا مضخة الطرد المركزي. الان موضوعنا يعني هو عام للمضخات ككل، اللي هو موضوع الكافيتيشن. راح ناخذ كافيتيشن ان بامبس وفاريشن and speed and diameter of centrifugal pump, multi-stage centrifugal pump, وراح ناخذ مسألة محلولة و characteristics of pumps at constant speed, وأيضا solve problem. نبدأ وياكم موضوع الكافيتيشن. عندنا هنا مضخة مثل ما تشوفون، بيها أنبوب سحب وأنبوب دفع. أنبوب السحب ارتفاع المضخة عن سطح الماء هو HS أو هو Suction Head، والكافيتيشن فاكتور راح يتم حسابه من خلال المعادلة التالية. هذا الجزء الفوق اللي هو يسموه Suction Head، راح اكتب هنا بالقلم، هذا كله، هذا الجزء اللي هو نت بوزيتيف سكشن هيد، هذا النت بوزيتيف سكشن هيد، هذا جدا ضروري تعرفه في المضخات، اللي هو الاتموسفيرك بريشر ماينس الفيبر بريشر ماينس السكشن هيد ماينس اللوسز بالسكشن بايب. اوكي، اتش اف لوسز، يعني هذا هو السكشن بايب، هذا من يدخل المي الى ان يوصل للمضخة. هنا عندنا لوسز اتش اف اس، يعني friction losses بالsection pipe. okay، فهذا كله هو ال section head الصافي والموجب يكون positive. ليش؟ لأنه ال atmospheric pressure هو موجب وينطرح من عنده البقية اللي هي ال vapor pressure وال section head وأيضا ال friction. okay، هذا تقسيم الافكتيف هيد، يعني الهيد الكلي مال المضخه، راح ينطينا الكافيتيشن فاكتور. واحنا تكلمنا عن الكافيتيشن فاكتور في موضوع التوربينات، وقلنا انه هذا الكافيتيشن فاكتور يفيدنا في تحديد يعني اداء المضخه او التوربين، وتمييزه هل يحدث كافيتيشن ام لا يحدث من خلال معرفة قيمة معينة سميناها كافيتيشن او كريتيكال كافيتيشن فاكتور، اللي هي تفصل لنا بين اداء الماكينة وعملها عندما يكون الكافيتيشن فاكتور اقل من الكريتيكال كافيتيشن فاكتور، فمعناه انه اكو عندنا كافيتيشن. وعندما يكون اصغر من الكافيتيشن، يعني الكافيتيشن فاكتور اكبر من الكريتيكال كافيتيشن فاكتور، فمعناه لا يوجد عندنا كافيتيشن. ايضا باستطاعتنا انه نحسب ماكسيمم سكشن هيد، ماكسيمم سكشن هيد من خلال معادلة الكافيتيشن فاكتور، وبتعويض قيمة الكريتيكال كافيتيشن وين في الكافيتيشن فاكتور، وبالتالي راح نستطيع ان نحسب يعني ماكسيمم اعلى ارتفاع للمضخة ممكن نخليها فوق سطح المي اللي راح نسحب من عنده، يعني من السم.
هذا هو السمب اللي هو حوض او سطح الماي اللي راح نسحب من عنده. فحتى نصمم المضخة يعني نخليها على ارتفاع معين، انت كمهندس لازم تعرف حدود هذا الارتفاع، ايش قد اخلي المضخة اعلى من المي. فشون لازم تحسب عن طريق هذه المعادلة اللي هي اتموسفيرك بريشر على الروجي، يعني اتموسفيرك هيد ماينس الفيبر بريشر هيد ماينس كريتيكال كافيتيشن فاكتور في الافكتيف هيد ماينس اللوسز. وين اللوسز؟ بال سكشن بايب. اوكي، مفهوم لحد هنا شباب؟ ان شاء الله دكتور. تمام دكتور. اوكي ان شاء الله. لاحظ انه عندما يطلع عندك قيمة الـ HS موجبة معناه انه المضخة صايرة فوق سطح المي، بس اذا طلعت سالبة معناه انه لازم المضخة تكون تحت سطح المي بارتفاع HS. اوكي شباب، خلال المعادلة السابقة من تريد تحسب الماكسيمم سكشن هيد، يعني تريد تشوف المضخة مكانها وين، فإذا طلع لك موجب معناه المضخة وين صايرة فوق، يعني على ارتفاع HS فوق سطح الماء. وإذا ماينس تطلع بالسالب وعلى ارتفاع HS تحت سطح الماء مثل ما وضح أمامكم بالشكل. أوكي، هذا كلام هنا مكتوب، واضحة شباب هاي الملاحظة؟ نعم دكتور. إن شاء الله. نعم دكتور. الآن نجي على موضوع آخر اللي هو تغيير السرعة والدايميتر وين بالسنترفيوغال بامب. نشوف ماذا يؤثر هذا التغيير على أداء المضخات. طبعا عندنا ثلاث خواص رئيسية بالمضخة اللي هي الهيد والتدفق الكيو والباور H وكيو وبي. هذه الخواص تتغير إذا غيرنا سرعة المضخة، وايضا اذا غيرنا الدايميتر مع المضخة. اوكي، يعني نغير سرعة المضخة، نفس المضخة نفس الدايميتر، فقط نغير السرعة مالتها الدورانية، او نستخدم نفس السرعة الدورانية لمضخة اخرى ذات دايميتر او قطر اكبر او اصغر، يعني نغير. فبالحالتين راح يحدث عندنا تغير بالخواص. شلون هذا التغير راح يكون؟ هل هو تغير طردي عكسي؟ هسه راح نشوف. خلي نغير الان اول شيء، يعني السرعة الدورانية. شي يصير سرعة الريشة مثل ما تعرفون تعتمد على الان، يعني اليو اللي هي سرعة الريشة تعتمد على الان، تساوي لنا باي دي ان على 60. اوكي، فاذا تغيرت الان طبعا الدايميتر ثابت لانه نفس المضخه، فقط نغير السرعه. اذا زادت الان ايش راح يصير باليو؟ زيد. اذا تغير طردي. تمام تمام. هسه هنا اليو تتغير طرديا ويا الان. اوكي، هاي العلامة اللي هي علامة التغير الطردي او التناسب الطردي. زين، اليومن تتغير كل المثلث السرعة يتغير. ليش؟ لانه يعني لازم، يعني عندك المثلث السرعة مثلا هذا هيك شكله. اوكي، مثلا هنا هاي ال V relative. اوكي، هاي ال U وهذه ال V. اوكي، من تزيد ال U فكلها راح تزيد، يعني حتى يبقى المثلث شنو متشابه. اوكي، فعد ما تزيد اليو البي ريلاتيف ايضا راح تزيد والفي ايضا راح تزيد، هاي سواء 1 او 2، يعني سواء بالدخول او بالخروج. اذا اليو من تزيد او تتغير ويا الان طرديا، الفي اف ايضا راح يتغير طرديا. شنو ليش الفي اف؟ لانه الفي من مركباتها شنو الفي اف، مو تمام؟ هاي الفي اف
هي من مركبات الفي. اوكي، اذا الفي هيجي هاي في اف، وايضا الفي دبليو المركبه المماسيه للفي للفيلوستي اللي هي الابسوليوت فيلوستي. فاذا الفي اف تتناسب ايضا طرديا مع اليو، اذا الفي اف راح تتناسب طرديا ويا من؟ ويا الان. اوكي، الفي اوف فلو راح تتناسب طرديا ويا الان. ليش اخذنا بس الفي اوف فلو هنا؟ هسه راح نجي نشوف ليش اخذنا فقط الفي اف او الفيلوستي اوف فلو. نفس الشيء هاي طبعا بالانلت، ونفس الشيء بالاوتلت. قلت لكم الانلت والاوتلت راح يتغيرون. اوكي، الفي اف او الفيلوستي اوف فلو تدخل في حساب التدفق، فاحنا نريد نشوف تاثير السرعه على التدفق. اوكي، فعن طريق معادله التدفق راح نربط بين السرعه الدورانيه والتدفق الكيو. شلون؟ من خلال الفي اوف فلو، هاي الفيلوستي اوف فلو. فاذا عرفنا انه الفيلوسيتي اوف فلو تتناسب طرديا ويا من؟ ويا الان. اوكي، تتناسب طرديا ويا الان، يعني اذا زادت الان تزيد الفيلوسيتي اوف فلو، اذا قلت الان تقل الفيلوسيتي اوف فلو. زين، الدايميتر ثابت، العرض مال الريشه ايضا ثابت، والباي هي قيمه ثابته. اذا معناه الكيو ايضا شبيها راح تتناسب طرديا ويا من؟ ويا الان، مو تمام؟ لانه هي تتناسب طرديا ويا الفي اف من خلال هاي المعادله، والفي اف هي متناسبه طرديا ويا الان، بالتالي الكيو ايضا راح تتناسب طرديا ويا الان. يعني اذا زادت سرعه الدوران للمضخه شو يصير بالتدفق؟ يزداد. هسه عرفنا من خلال هذا الاشتقاق او التحليل انه التدفق يزداد بازدياد السرعة الدورانية ويقل بنقصان السرعة الدورانية، يعني تناسب طردي. إذا هذه معادلة التدفق أو علاقة التدفق كيو على الكيو الجديدة كيو نيو يساوي الان السرعة الدورانية على الان نيو. أوكي، تناسب طردي. أوكي، يعني إذا السرعة الدورانية كانت ألف مثلا، ألف آر بي إم، أوكي، والسرعة الجديدة صارت 2000 آر بي إم، وإحنا عندنا التدفق مثلا كان واحد متر تكعيب بالثانية. أوكي، فش قد التدفق بالحالة الثانية أو الجديد؟ راح يكون عندنا 2، تمام، 2 متر تكعيب بالثانية. يعني النسبة متساوية، نسبة السرعة القديمة على السرعة الجديدة تساوي لنا نسبة التدفق القديم على التدفق الجديد. اوكي، إذن هذه علاقة التدفق ويا من؟ ويا السرعة الدورانية. هذه خاصية، واحدة من خواص المضخات التدفق. بعد ايش عندنا؟ عندنا الهيد. اوكي، الهيد والباور، نريد ايضا نشوف علاقتهم ويا السرعه كيف راح تكون عندما تتغير السرعه الدورانيه. الهيد راح ناخذه من عن طريق معادلة المانومتريك افشنسي. اوكي، عن طريق المانومتريك افشنسي. المانومتريك افشنسي تساوي لنا المانومتريك هيد على الورك دان. هذه مو اخذناها بالمحاضرة السابقة شباب؟ نعم تمام. اذا المانومتريك هيد او المانومتريك افشنسي يساوي لنا المانومتريك هيد على الورك دان.
زين، شلون راح نربط الهيد ويا السرعة الدورانية؟ من يقدر يقول لي؟ دكتور هنا عندي اليو وعندي الفي، اثنيناتهم يتناسبن طردي مع الان. اذا عندنا اليو وعندنا الفي دبليو، اوكي، اليو والفي دبليو اثنيناتهم يتناسبون طرديا ويا من؟ ويا السرعه الدورانيه. شلون؟ اليو تتناسب طردي من خلال العلاقة السابقة، يعني من اشتقينا العلاقة الكيو ويا الان عرفنا انه اليو تتناسب طرديا ويا الان، وقلنا كل السرع اللي موجودة بمثلث السرع راح يتناسب طردي ويا الان، لانه اليو تناسب الطردي ويا الان. من ضمن هاي السرع هي الفي دبليو، اذا الفي دبليو راح تتناسب طردي ويا الان، واليو راح تتناسب طردي ويا الان. اوكي تمام شباب. وبالتالي الهيد راح يتناسب طردي ويا مضروب الفي دبليو في اليو. اوكي الفي دبليو في اليو، اذا الهيد راح يتناسب طردي ويا من؟ لانه ويا الان تربيع، لان هناك كل وحده تتناسب طردي ويا الان اس واحد، فمضروبهم معناه الهيد راح يتناسب طردي ويا الان تربيع. واضحه شباب هذه؟ واضحه دكتور. واضحه البقيه؟ واضحه واضحه دكتور. واضحه دكتور. اوكي اذا المعادله الاخيره هي تبين لنا نوع يعني شكل التغير عندما تتغير السرعه الدورانيه، شلون يتغير الهيد. لو نرجع لنفس المثال السابق، يعني اذا ناخذ السرعة الدورانية مثلا الف تتغير تصير الفين، اوكي الهيد كان مثلا واحد، نعتبره واحد متر، اوكي هنا شلون راح يتغير الهيد؟ قد راح تكون قيمته؟ لان اذا نطبق المعادلة معناها هيك لازم نحط تربيع هنا، تمام تربيع حسب هاي المعادلة. واحد على اربعة جذر اثنين؟ لا مو جذر، اثنين تربيع، اثنين تربيع صير. اوكي يعني اربعة. معناها اربعة، اوكي اربعة. شوفوا هنا اذا الهيد شلون تغير؟ تغير بشكل اكبر زين من الكيو، الكيو من تغيرت صارت اثنين، كانت واحد الكيو اذا تذكرون صارت اثنين، لكن هنا الهيد لا صار اربعة، يعني مجرد ضاعفت انت السرعة الدورانية الهيد صار مربع. اوكي يعني ضاعف مرتين خلينا نقول، او صار في اربع اس اثنين. اوكي فاذا تاثير السرعه الدورانيه على الهيد اكبر من تاثيرها عليه من على التدفق. هم اثنيناتهم التاثير طردي، يعني اثنيناتهم عندما تزيد السرعه الدورانيه يزيد التدفق ويزيد الهيد، لكن التاثير على الهيد شبيه اكبر. واضحه شباب؟ واضح ان شاء الله دكتور. خلي نشوف هسه تاثير السرعه الدورانيه على الباور، الباور اللي هي القدره، قدره المضخه. ايضا من معادله الميكانيكال افشنسي، شو تساوي لنا الميكانيكال افشنسي؟ المحاضره السابقه اخذناها، تساوي لنا شنو؟ البريك باور. اي بريك باور على الشغل الانبوت، الانبوت لل مو بريك باور نسميها الباور، الانبوت للمضخه هي باور، مو تمام؟ تمام يدخل لها باور وش يخرج؟ ورك شغل. شغل اذا هي الشغل، الاوت هو الشغل والان هو الباور، اذا الميكانيكال افشنسي هي الشغل على الباور. اوكي
واضح شباب؟ تمام. من خلال هاي واضح. المعادلة الباور راح تتناسب طرديا ويا من. شوفوا هنا أنا شنو هي الأشياء اللي راح ويا السرعة الدورانية اي ويا ويا الكيو دكتور كيو في دبليو 2 واليو 2. من يقدر يقول لي المعادلة الأخيرة شلون راح تصير؟ أس ايش قد؟ تكعيب دكتور أس 3. شلون أس 3؟ الكيو عندنا ثلاث متغيرات الكيو تتناسب طرديا ويا الان اس واحد، والفي دبليو تتناسب طرديا ويا الان اس واحد، واليو تتناسب طرديا ويا الان اس واحد. اذا شو راح تكون المعادله كالتالي؟ راح تكون الباور راح تتناسب ويا هذه الثلاث متغيرات الكيو والفي دبليو واليو. اذا الباور تتناسب ويا الان اس ثلاثة تكعيب. اوكي، فاذا تاثر الباور اكبر من تاثر الهيد والتدفق عند ما تتغير السرعه الدورانيه، يعني عند ما المضخه زيد سرعه الدورانيه مالتها. اوكي، فالباور تتاثر بشكل اكبر من البقيه. واضحه شباب؟ واضحه هذا الموضوع؟ تمام دكتور ان شاء الله. عندكم سؤال عليا؟ اكو سؤال؟ لو نستمر نستمر ماشي. هذا كله شنو؟ تغير السرعة change of speed. زين، احنا موضوعنا تغير السرعة speed و الدايميتر. هسه نيجي على الدايميتر من يتغير. هذا تغير السرعة والدايميتر ثابت. هسه نيجي نغير الدايميتر والسرعة ثابتة. change of diameter نفس المعادلة اللي بدينا بيها عندما غيرنا السرعة راح نبدي بيها هنا عندما نغير الدايميتر. اليو شو تساوي لنا؟ الباي في الدي في الان، تمام؟ تمام. هنا الان ثابته هسه بهاي الحاله، فقط اليود تعتمد على اليمن على الدايميتر. على الدايميتر. اذا تناسب شونه؟ طردي، تمام؟ عند ما يزيد الدايميتر يزيد اليو. وبالتالي الفي اوف فلو ايضا راح يزيد من يزيد الدايميتر. اوكي؟ حسب النظريه السابقه يعني مثلث السرعه كله راح يزيد إذا زادت سرعة واحدة بي. أوكي، إذا أيضا من معادلة الكيو، الكيو شلون راح تتناسب طرديا ويا من؟ عندنا هنا من ويا الدي ويا الفي اف ويا الدي. هنا أصلا عندنا دايميتر معادلة التدفق، فهذه تناسب مباشر، يعني الكيو تتناسب ويا الدايميتر عن طريق الدايميتر وايضا عن طريق الفي اوف فلو. هنا الفي اوف فلو ايضا يتناسب ويا الدايميتر. اوكي، اذا ايش راح يصير؟ الكيو تتناسب ويا الدايميتر اس 2 تربيع. تربيع، تمام. هذه هي المعادله الاخيره اللي هي الكيو تتناسب طرديا ويا الدي اوف او دي سكوير. هسه نجي على عندما يتغير الدايميتر شو يصير للهيد. ايضا من معادلة المانومتريك افشنسي، الهيد يساوي لنا المانومتريك افشنسي في الورك. الورك هو في دبليو واليو. الفي دبليو تتناسب اذا زادت الدايميتر شو يصير بالفي دبليو؟ ايضا تزيد، تتناسب طردي يعني. واليو ايضا تتناسب طردي ويا الدايميتر. اوكي، اذا الهيد شلون راح يتناسب طردي؟ اس ايش قد يعني يصير؟ ايضا تربيع، تمام، ايضا تربيع. تكعيب؟ لا، تربيع مو تكعيب. عندنا احنا الهيد يتناسب طردي ويا الفي دبليو ويا اليو فقط من خلال هاي المعادله، تمام. فاذا كل وحده راح تتناسب ويا الدايميتر هذولا اس واحد، اذا راح الهيد يتناسب ويا الدايميتر تربيع. اوكي، فالاتش
على اتش نيو يساوي لنا دي على دي نيو اس 2. اذا تاثير الدايميتر على الهيد وعلى الكيو متساوي، يعني نفس التاثير. اوكي، من يتغير الدايميتر الهيد والتدفق راح يتغيرون بنفس النسبه، نفس النسبه. اوكي، يعني الاتش على الاتش نيو والكيو على الكيو نيو راح يتساوون اذا تغير الدايميتر. تمام شباب؟ تمام دكتور. زين، هسه خلينا نجي نشوف الباور شلون تتغير. من معادلة الميكانيكال افشنسي، الباور شو تساوي لنا؟ الرو في الجي في الكيو في الفي دبليو 2 في اليو على الجي في الميكانيكال افشنسي. هنا الباور من يقدر يقول لي شلون نوع التناسب؟ اس 4 دكتور، لان كيو بها التربيع وفي اف في دبليو ويو 2. اها، هنا عندنا المتغيرات هي الكيو راح تتغير، لانه اذا زاد الدايميتر الكيو راح تتغير. تتغير الكيو متناسبه ويا الدايميتر اس 2 حسب المعادله السابقه. اوكي، الفي دبليو ويا الدايميتر اس 1 واليو ويا الدايميتر اس 1. اذا ايش راح تصير الباور؟ راح تصير متناسبه ويا الدايميتر اس 4. اوكي، بي على بي نيو يساوي لنا دي على دي نيو اس 4. اذا الباور هي يعني راح تتغير بشكل اكبر، او نسبه التغيير مالتها تكون اعلى من التدفق والهيد. واضحه شباب؟ ان شاء الله. هذا تاثير الهيد والعفو السرعه والدايميتر على المضخه وعلى ادائها. احنا من نقول اداء المضخه معناه شو يصير بالتدفق، شو يصير بالهيد، شو يصير بالباور. هذني الباراميترز، هذه هي باراميتر الرئيسيه لاداء المضخه. اوكي، يعني شلون تشتغل المضخه، عديا قدره، عديا ضغط، اوكي، العفو عديا هيد، عديا تدفق. وهذا انت كمهندس لازم تفتهم تعرف، اذا تريد تغير بالخواص تتلاعب بخواص المضخة شو تسوي؟ تغير دايميتر لو تغير هيد. اوكي، حسب ما انت تريده. هنا خلاصة للموضوع، سمري يعني خلاصة. عندك الفلوريت، تغير الفلوريت، هذا الصف، شلون يتغير الفلوريت ويا من؟ ويا السرعة. ويا السرعة تغير طردي للأس 1، لكن ويا الدايميتر تغير طردي للأس 2. أوكي، هذا بالنسبة للفلوريت الكيو. بالنسبة للهيد، ويا السرعة يتغير طردي للأس 2، ويا الدايميتر أيضا يتغير طردي أس 2. أوكي، الباور راح تتغير طردي أس 3، يعني للقوة 3 بالنسبة للسرعة، وراح تتغير طردي للأس 4 مع الدايميتر. أوكي، يعني أفضل الحلول إذا تريد تغير الباور حتى تزيد الباور، أوكي، يعني اعلى ما يمكن تزيد تغير الدايميتر. زين، سؤال، انت كمهندس مطلوب من عندك زياده الهيد، عندك مضخه قالوا لك زيد لنا الهيد مالتها، فش تسوي؟ تروح تغير السرعه لو الدايميتر؟ السرعه دكتور. ليش؟ السرعه طبعا. السرعه دكتور. دكتور السرعه ليش؟ اسهل دكتور. اسهل ليش؟ لانه انت ما راح تقعد تغير بتصميم المضخه وتجيب تسوي دايميتر اكبر، يعني تجيب امبلر اكبر، بشاره اكبر، وتحطها لازم الكيسنج همينه اكبر، يعني معناه راح تبدل المضخه. فانت شو تسوي؟ مجرد ازيد سرعه الدوران، تغير الهيد. اوكي، تمام شباب.
لكن تغير سرعة تمام. الدوران راح يأثر أيضا على بقية الخواص، فأنت لازم تأخذ نظر الاعتبار تغير الخواص الأخرى، شلون المطلوب يعني شلون يريدون تغير الخواص الأخرى. هذا الموضوع له علاقة بأداء المضخات، موضوع مهم عملي يعني تطبيقاته عملية، حتى ممكن واحد يسوي من عنده مشروع تخرج يعني حلو عملي، ياخذ واحد من الطلاب يعني هيجي فكرة، إذا تصير عندكم أفكار بهيجي أشياء بالمستقبل إن شاء الله بصف رابع راح تستفادون من عندها. أوكي شباب، إن شاء الله. السلام عليكم. إيش بقى لنا من المحاضرة؟ بقى لنا المضخة متعددة المراحل مالتي ستيج سنترفيوجال بامب، هذه راح نخليها على الجزء الثاني من المحاضرة. أوكي، راح نخليها على الجزء الثاني من المحاضرة، نكمل وياكم إن شاء الله يعني بعد أن يأخذكم دكتور خلاص بالمحاضرة. ترجمة